كباب حله بس بطريقه مختلفه شويه، يعني مش الطريقه التقليديه بتاعتنا. المقادير عباره عن لحمه متقطعه كباب حله، زيت زيتون، بطاطس متقطعه مكعبات ومقليه نص قليه، زبده، ثوم مفروم، بصل مفروم، دقيق، جزر، خل عنب احمر، مرقه، بشر برتقان، رشة سكر. هيتقدم مع رز أبيض. أي حاجة من المكونات المحطوطة مش موجودة عندنا في البيت أو مستغربينها ممكن نستغنى عنها، مفيش مشكلة خالص. أول حاجة هعملها هدي اللحمة تعفير الدقيق، ده هيديني لون حلو وهيتقلي الصوص بتاع اللحمة. مع تعفيرة الدقيق هديها الملح والفلفل، معلقة زيت زيتون أو زيت ذرة في الحلة اللي احنا بنسخنها، ملح وفلفل على اللحمة، وانا بنزلها في الحلة هبتدي اخف شوية الدقيق، يعني انا عايزة تعفيرة مش عايزة كميات كبيرة. فوانا بحط هتاكد ان كل قطعه من اللحمه اخدت التعفيره، خدنا التعفيره وبتدي ننزل بقى ايه في الزيت يا مدام ناديه. بصوا احنا بناخد اللون اهو من اللحمه بعد ما اديناها تعفير الدقيق وملح وفلفل ونزلناها على معلقه زيت الزيتون، وبعدين مش اكيد يعني وبعدين زبده. يا ساره الو، ازيك يا ساره؟ ازيك يا هنا، بحبك قوي، بحب اتفرج عليكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، كتر خيرك. وانت بجد اميره فعلا في كل حاجه. تسلمي لي يا رب، كتر خيرك يا حبيبتي. اموري يا ساره. لا بتكلم بس بكلم عليك. كتر خيرك، واشكرك على وصفاتك الجميله. تسلمي لي يا رب، نورتيني وشرفتيني. حطينا زبده وساره معانا على التليفون، بدات اللحمه تاخد اللون، نبتدي ننزل بقى الخضار اللي هو ايه، بصل، جزر، ونقلب. بصل وجزر مع الملح والفلفل وتعفيرة الدقيق مع الزيت والزبدة، وبعدين ثوم مفروم، بشر برتقان مختلفة، مختلفة بس هتعجبكم، وأقلب. بشر البرتقان من الحاجات اللي بتدي طعم حلو جدا جدا للطبيخ، يعني احنا مش عارفة ليه ما بنستخدموش كتير بس هو من الحاجات اللطيفة جدا. وطبعا ده موسم البرتقان فهيبقى موجود عندنا في البيت طول الوقت وبنرمي القشر. وهحط الخل وهحط السكر اقلب تقليبه، وبعدين انزل البطاطس لما اتاكد ان كله ايه اختلط مع بعضه وما بقاش، علشان لما انزل البطاطس لانها محمره مش عايزه اقلب كتير. طب بصوا احنا خدنا كده اهو وبدا الخضار كمان ينزل الميه بتاعته، ابتدي بقى انزل الايه الشوربه. هنزل بقى كوبايه بكوبايه شوربه بقى، ميه سخنه يعني زي ما انتوا عايزين مفيش مشكله اهو، وهغطي واوطي واسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها خالص لحد ما تستوي.